يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود السبت طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غداً على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية.